صدقت في البداية أنها مجرد بكتيريا عادية، لكن بعد دراسة دقيقة اكتشفوا أمور ما يمكنش العقل البشري توقعها من الأساس. القصة بدأت سنة 1992 في أنابيب مختبر مستشفى برادفورد بشمال إنجلترا. إذا بغيتوا تعرفوا على المزيد من التفاصيل ما عليكم إلا تتبعوا وتشاهدوا الفيديو حتى النهاية. بينما كان عالم الإحياء تيموثي روبوتان يعمل على تفشي وباء حمى الفيلق، قام بعزل ميكروب غامض، فلاحظ بعدها أنه يصيب الأميبات. الأميبة هي عبارة عن كائنات حية تتكون من خلية واحدة تفضل البيئة الرطبة والدافئة، وغالبا ما تصاب بالبكتيريا مثل البكتيريا الفيلقية التي تشتهر بتسببها بالأمراض التنفسية. وفي سنة 2003 ذهب عالم الإحياء الإنجليزي ريتشارد بيرتلز إلى مارسيليا، وفي حقائبه عينات أودعت معه من قبل عالم الميكروبيولوجيا السابق تيموثي روبوتان حول هذا الميكروب الغامض، والذي أطلق عليه اسم برادفورد كوكوس. لكن لم يتمكن أي من عالم الإحياء ريتشارد وفريق عمل كلية الطب البشري في مارسيليا من اكتشاف سر هذا الفيروس الغامض. في إحدى المختبرات في مارسيليا كان هناك عالم إحياء مخضرم اسمه برناند لاسكولا، وهذا الشخص كان إنسانا شغوفا بعالم البكتيريا، حيث حاول مرات عديدة لكشف ما وراء الستار وما يخبئه هذا الميكروب الغامض الذي حير الملايين، فباءت كل محاولاته بالفشل دون أن يصل إلى أي نتيجة تذكر، فقرر حينها وضع برادفورد كوكوس تحت المجهر الإلكتروني، فكانت النتيجة صادمة حقا. لم يتوقع لاسكولا في ذلك الوقت بأنه يتعامل مع فيروس عملاق ذو أبعاد مختلفة. أعيدت تسمية البرادفورد كوكوس إلى الميمي فيروس، حيث نشر فريق ديدي راولت وبرنارد لاسكولا اكتشافه من الميمي فيروس الذي يرمز كليا لمصطلح الفيروس المحاكي، أي الفيروس الذي يشبه البكتيريا جزئيا. وفي سنة 2016 وضع جان ميشيل كلافيري التسلسل الكامل للميمي فيروس، وذلك بهدف إنشاء هوية دقيقة خاصة بهذا الوحش الصغير المدهش. وبعد دراسة الجينوم الخاص به اكتشف بأنه يحمل الألفا جين، أي ما يعادل الألفا بروتين، بينما في الفيروسات التقليدية، وأخذنا كمثال على ذلك فيروس نقص المناعة المكتسبة والذي يحمل فقط الاثنى عشر جين. خلال معالجتنا لموضوع هذه الحلقة تحدثنا عن الأميبة ومفهومها، ومن هنا تنطلق رحلة الميمي فيروس. في البيئة السائلة التي تعشقها الأميبة تصادف الميمي فيروس، ونظرا لحجمه الكبير تفترض أنه طعامها المفضل أي البكتيريا، وعندما يلتقيان تتصل شعيرات الميمي فيروس بغشاء الأميبة، فتتذوق هذه الأخيرة أطراف الشعيرات لتجدها حلوة المذاق التي تحملها البكتيريا. حينها تنشر الأميبة أصابعها كي تغلف الميمي فيروس إلى أن تلتهمه بشكل كلي. وفي هذه الأثناء يفتح الميمي فيروس فمه الذي يشبه النجمة، ويبدأ بامتصاص غشاء الفجوة اليبلوعية مشكلا نفقا يمثل نقطة دخول مباشر للأميبة. يرسل الميمي فيروس حمضه النووي إلى السائل الداخلي للأميبة، وهكذا يستطيع نسخ جيناته داخلها، وحينما يصل إلى العدد المطلوب تنفجر هذه الأخيرة وتموت، حينئذ تطلق الفيروسات الوليدة في محيطها. إلى عجبكم موضوع اليوم ما تنسوش أنكم تضغطوا على زر لايك وتخليوا لي تعليق أسفل هذا الفيديو. نضرب لكم موعد بإذن الله تعالى في فيديو جديد. السلام عليكم.